أهلا بكم أحبائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات برنامج حياتي في كتابي موضوع حلقتنا النهاردة عن المخطوطات يا ترى كم مخطوطة موجودة من مخطوطات العهد الجديد بحسب الدراسات موجود أكثر من 13 ألف مخطوطة كاملة للعهد الجديد موجود في العهد الجديد 4000 إشارة في العهد الجديد فقط لما هو موجود في العهد القديم يعني لو تم الأربع تلاف بوينت يعني أربع إشارة لما هو موجود في العهد القديم يعني شوفوا كم من الارتباط أربع تلاف كونيكشن يعني ومن أول تكوين سفر التكوين لحد سفر الرؤية بنجد مفهوم أن الله ساكن في وسط شعبه وده مش موجود في كل الأديان يقول ايه اكون لهم الها وهم يكونون لي شعبا تكونون شعبي اسكن في وسطكم انتم تلاميذي هذه العلاقه الحميميه العلاقه الحميميه دي مش موجوده في اي دين من الاديان كل رجال الكتاب المقدس اللي بيدرسوا الكتاب المقدس بعمق اكتشفوا انه كم رهيب جدا من المخطوطات والفارق الزمني حوالي 500 سنة بعد الميلاد أقدم مخطوطة عندنا 500 سنة بعد الميلاد في العهد الجديد من ال ألف مخطوطة الكاملة لما نيجي نقارن ده بين أقدم كتابات موجودة في العالم مثلا يوليوس قيصر يوليوس قيصر موجود عشر نسخ عن الحروب التي حاربها الفرق الزمني بين أقدم مخطوطة والحدث نفسه حوالي 100 حوالي ألف سنة مثلا كتابات زي كتابات أفلاطون لما بنشوف أفلاطون الفيلسوف وده رجل من المعتبرين يعني الفلسفة الأفلاطونية هي يعني من أشهر الفلسفات اللي موجودة في العالم كله فبنيجي نشوف مثلا في سبع نسخ فقط من الكتب اللي ذكرت اللي اتكلم بيها عن أفلاطون والفلسفة الأفلاطونية الفارق الزمني بين اقدم مخطوطه حوالي 1200 سنه قبل الميلاد مع انه الحدث نفسه كان مكتوب من 200 او ل 400 سنه من 300 ل 400 سنه قبل الميلاد ظهر افلاطون على فكره ده ظهر لكن اقدم مخطوطه عندنا الفرق الزمني انا عايز بس احدد المعلومه عشان ما حدش يتوه معايا ايه فكره الفرق الزمني يعني حاجه تمت والمخطوطه اتكتبت او اقدم مخطوطه وجدناها عن الحدث ده فالفارق الزمني بين كتابات افلاطون اللي هي ز... اللي الحدث الواقعي بتاعها كان سنه 300 او 400 قبل الميلاد اقدم مخطوطه عندنا لقيناها من كتابات افلاطون الفارق الزمني 1200 سنه الكتابات اللي على يوليوس قيصر حوالي 1000 سنه العهد الجديد 500 سنه فقط اذا الكتاب المقدس بالمخطوطات سواء العهد القديم او العهد الجديد كله على بعضه نقدر نقول هو منظومه واحده الكتاب المقدس بمخطوطاته الكثيره جدا ودي هنفرد لها حلقات كتير قوي انه كل مخطوطه اتكتبت في ظروف معينه وليها اصول معينه يعني مثلا مخطوطات البحر الميت دي ان شاء الله نبقى نتكلم عنها في حلقة مخصوص وبنشوف ان الرقائق واللفائف اللي اكتشفوا فيها المخطوطات وكم الحرص ومحطوطة المخطوطات في أواني فخارية للحفظ بيها يعني كم التدقيق عند الكتابة والنسخ من النساخ والكتبة اللي كانوا بيكتبوا العهد القديم والعهد الجديد أيضاً سواء باللغة العبرية أو باللغة اليونانية. كم الدراسات اللي أجريت على المخطوطات ديت واللي ظهرت في الحيز الأكاديمي فقط؟ ملايين ملايين الكتب ملايين أنا مش بقول مش بـ مش, بـ مش يعني مش بضخم في الأمر، ملايين الكتب اللي اتكتبت على هذا الأمر. لكن الحقيقة كل هذا الأمر لأي إنسان بيشكك في صحة الكتاب المقدس. نيجي نروح نقول له روح المتحف البريطاني وادخل وشوف كم من المخطوطات وكم الترجمات المختلفه سنه 200 ميلاديا توجد ترجمه قبطيه للكتاب المقدس وده فخر لكنيستنا القبطيه في كل مكان الكتاب المقدس ترجمه حتى للهجات اخرى يعني مثلا جوه القبطي للهجه الصعيديه للهجه البحراويه للهجه الاخميميه يعني في ترجمات مش لهجات اخرى في اللغه القبطيه ترجم ليها الكتاب المقدس في فتره يعني قريبه جدا ليه الحدث الفعلي الفرق الزمني كان 200 سنه 200 سنه بعد الميلاد وهذه المخطوطات موجوده عايز اقول للناس اللي موجودين في مصر روحوا زوروا المتحف القبطي وشوفوا كم وعدد المخطوطات الكتاب المقدس والدقه في مخطوطه مكتوبه بالاحمر والازرق باللغه العربيه وفي حاجات مكتوبه باللغه القبطيه احمر وازرق والاحمر يمكن كانت هي اقوال الرب يسوع وبالاسود وبالالوان وبالزخارف كم رهيب من المخطوطات تستمتع لما تشوف الكتاب المقدس بمخطوطاته القديمه في المتحف اللوفر في المتحف البريطاني في متاحف العالم كله في المتحف القبطي في مصر القديمه ده كتابنا يا جماعه احنا بنشهد ليه وبنقول انه هو اعظم كتاب وجد في الوجود علشان كده موضوع الحلقه النهارده في ايه مهمه جدا بعد ما تكلمنا عن المخطوطات في ثلاثة 13 وعدد 14 خلينا نقرا مع بعض هذه الايه من 11 ل 14 هذا وانكم عارفون الوقت إنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم، فإن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين آمنا، قد تناهى الليل وتقارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور، لنسلك بلياقة كما في النهار، لا بالبطر والسكر، لا بالمضاجع والعهر، لا بالخصام والحسد، بل إيه بقى؟ بل البسوا الرب يسوع المسيح، شوفوا بقى المعنى، البسوا الرب يسوع المسيح. ولا تصنعوا تدبيرا للجسد لاجل الشهوات. احبائي المشاهدين واحنا بنشوف النص الكتابي عايزين نبقى فاهمين كويس جدا انه لما بيجي يقول كلمه الجسد كلمه الجسد ما بيقصدش بيها فلاش لكن بيقصد بيها الطبيعه القديمه الناتشورال الطبيعه القديمه اللي موجوده في قلب كل انسان. فكتير جدا من قراءتنا واحنا بنقرا الكتاب المقدس لازم نبقى فاهمين كويس جدا لما بيتكلم مثلا عن حاجه ليها علاقه بالصحه الجسديه حاجه ليها علاقه بالصحه الروحيه حاجه ليها علاقه بالجسد والشهوات المقصود بكلمه جسد مش هو الجسد ده اللي هو عظم ولحم واعصاب مش هو ده الجسد اللي المقصود بيه لكن هنا بيتكلم بيقول قد تناهى الليل وتقارب النهار خدوا بالكم اصحوا اصحوا لا تصنعوا تدبيرا للجسد يعني ايه يعني لا تصنعوا امور تسهل الطبيعه الفاسده القديمه تظهر في حياتكم فتجركم الى خطايا بشعه وشهوات رديئه فنحن نصنع تدبيرا عندما ندخل بارادتنا في علاقات تلازمها التجربه ونسهل على انفسنا ان نخطئ وننزلق في الخطيه ونعطي الاولويه للملذات الذاتيه. علينا ان لا نعطي فرصه للجسد كي لا ننغمس في هذه الملذات. عبر تاريخ الكنيسه احبائي المشاهدين، كان الصراع ما بين الجسد والروح في غايه الاهميه. وانتصرت الكنيسه الاولى على كل ملذات العالم. ووضعت لنفسها طريقا روحيا مقدسا. خدوا بالكم من من المعنى ده. المعنى ده مهم جدا. ان الرساله المسيحيه ورساله الانجيل والكتاب المقدس في تحريض على القداسه ده بناء على ايه؟ على الخط اللي احنا ذكرناه في الاول. اكون الها لكم وانتم تكونون شعبي. عشان كده الدعوه الوحيده اللي موجوده في الكتاب المقدس هي قداستكم. يعني ايه؟ لا تصنعوا تدبيرا للجسد يعني ما تسيبوش ملذاتكم على هواها ما حياتكم بدون تحكم بدون سيطره بدون انضباط عارفين يا جماعه كلمه انضباط دي كلمه مهمه جدا جدا مش معناها كبت الحريات احنا مش بندعو دعوه الدعوه المسيحيه ليست تعني على الاطلاق كبت الحريات لا 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 هي تعني ان تدخل جسدك واقمع جسدي واستعبده ليس لهواه ولملذاته بل للغرض الالهي الذي من اجل خلق فالله خلق اجسادنا واردنا ان نستمتع بهذه الاجساد ناس كتير جدا بتتكلم عن العلاقات الزوجيه انها علاقات نجسه وعلاقات نجسه بالعكس الله ضع وضع طريقا للانسان ان يستخدم جسده في هذه العلاقه الحميميه بين الزوج والزوجه وهي العلاقه الجسديه والكتاب المقدس لا يمكن انه يتكلم ابدا على ان هذه علاقات دنسه. لكن لما بيتكلم هنا ناس كتير بتاخذ هذه الايات لا نعطي فرصه للجسد. يعني ما نخشش بقى في علاقات الزواج ابدا اطلاقا. هنا بيتكلم عن علاقات علاقات زنا، علاقات غير شرعيه. لكنه يقدس الزواج وبيشبه الزواج باعظم سر. علاقه المسيح بالكنيسه، علاقه العريس بالعروسه التي احبها واسلم نفسه لاجلها. ففي كلمة جسد وهذه العبارة بالتحديد أنا ليه جبت الآية دي يا جماعة لأن هذه العبارة القديس أغسطينوس تغيرت حياته عندما وصل لعدد 14 من إصحاح 13 في رسالة روميا قال كده إيه تصنع لا تصنع تدبيرا للجسد لأجل الشهوات قديس أغسطينوس رجع إلى الرب بهذا بهذه الآية وبهذه العبارة في كلمة الله تغيرت حياته 180 درجة من شخص عربيد يستخدم جسده للنجاسة إلى القديس أغسطينوس الذي كتب كتاب مدينة الله City of God وهو من أعظم الكتب الروحية التي يتكلم فيها ويفسر فيها الكلمة المقدسة وكتب أيضا اعترافات التوبة اعترافات القديس اوغسطينوس من أفضل الكتب أيضا وترجم إلى اللغة كتب 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 رائعة جدا تستطيع المكتبه المسيحيه ان تتعلم منها، ازاي حصل ده حياتي في كتابي؟ لما اتغيرت حياته. واتغيرت دنيته. احبائي المشاهدين اودعكم في حلقه النهارده من برنامج حياتي في كتابي واشوفكم بمشيئه ربنا في حلقه جديده من حلقات حياتي في كتابي، سلام المسيح معكم.